انا مبسوطه ان انا ابقى موجوده معاكم، وبجد مبسوطه جدا ان بطوله العالم بنات بالذات تبقى في مصر، وان مصر ابتدت تدي اهتمام اكتر للبنات الفتره الاخيره، ودي بالنسبه لنا بتبقى اهم بطوله في السنه. وانا ان انا العب في مصر والعب بالذات في الجونه ديت، زي ما كان عمرو بيقول انا من وانا صغيره كان نفسي العب في الجونه واروح البطوله، وحتى كل سنه بعد ما البطوله بتخلص اقول لهم يا ريت تعمل السنه الجايه بنات. فاخيرا الحمد لله هم قدروا ان هم يعملوا البطوله السنه دي، ومش بس بطوله، لا دي بطوله العالم اكبر بطوله. ف احب اشكرهم كلهم، بالذات عمرو منسي، واشكر الاتحاد والسيد الوزير خالد عبد العزيز ان هما دايما بيدعمونا. وطبعا انا احب اشكر المهندس سميح ساويرس ومهندس نجيب ساويرس على دعمهم للسكواش. وزي برضو ما كريم قال، احنا كلعيبه احنا بنبقى نفسنا ان احنا دايما نلعب في مصر وسط الناس ونفس جمهورنا. احنا بنروح بطولات كتيره جدا بره مصر، وبنشوف ازاي الناس بتشجعهم بره، ف بيبقى احساس مختلف ان انا العب في بلدي وسط جمهوري. وف انا حاليا مستنيه البطوله جدا ان انا اروح والعب، وان شاء الله يعني ربنا يوفقنا. وميرسي جدا لكل الميديا وكل الصحفيين اللي بيجوا وبيدعمونا، وان شاء الله اشوفكم في الجونه.